أستاذ محمود، هل ترى أن الأجواء في هذا الوقت وهو الوقت الحالي يعني أصبحت مواتية لتصفية الأجواء سواء جماهيريا أو على مستوى الإدارات؟ بلا شك انه يعني هي الزياره طبعا الكل ادلى ابدلوا فيها، لكن هي جت في وقت مهم جدا قبل المواجهه المرتقبه يمكن في نهاية الكاس في 8 مارس. لكن يعني المشهد عامه كان يحتاج الى مثل هذا اللقاء الودي اللي جدد الذكريات القديمه. كل الناس عندها ذكريات سواء من مجلس اداره الاهلي، سواء من الاهلاويه، سواء من الزملكاويه، كل واحد بيتكلم ويفتكر ازاي كانت العلاقه قبل كده، يعني ممتده فيها زيارات متبادله، ودي مش اول مره. يمكن احنا قلنا انه اخر زياره كانت يمكن المجلس كابتن حسن حمدي ومجلس المهندس ممدوح عباس، كان الكلام ده سنه 2009. وقتها تبادلوا الزيارات الاثنين في فتره دي، وكان وقتها اتفقوا الاثنين ساعه ازمه البث والتفاصيل وحواديت كتيره جدا. قبلها بسنوات كان في زياره مهمه جدا عملها برضو الدكتور كمال درويش والدكتور اسماعيل سليم، وكانت دعوه برضو من النادي الاهلي للزياره، وكان فيها بامانه شديده تنسيق كبير جدا من الدكتور سامي حمدي والدكتور طلع شتا رحمه الله عليه والكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب. عاوز اقول لك ايه، الاجواء كانت مبدأ في الملعب ده، انا ماليش دعوه بيه، الملعب ده كل واحد يدلو بداله بجهده وبعرقه وباخلاص وبعمل وبيعمل اللي هو عايزه. لكن اللي انا عايز اقول لك، هناك اكثر من نقطه لافته للنظر، ويمكن في حاجات ناس ما خدتش بالها، انه الفتره السبع ثمان سنين اللي فاتوا تم شحن الاجواء بصوره في غايه الصعوبه، حتى انها اثرت على النشء. ويمكن احنا في تغطيتنا في الاهرام تناولنا جزء مهم جدا، كان هو هناك حوار بين طفل عنده 10 سنوات وبين محرر مندوب الاهرام اللي بيغطي الزياره الزميل محمد نبيل، وبيسأله الولد بيسأل محمد نبيل واقف في ايه يا عمو؟ قال له ده بيبو. قال له مين بيبو؟ قال له ده رئيس النادي الاهلي. قال له بيعمل ايه هنا؟ قال له بيزورنا ازاي؟ قال له هو ينفع رئيس الاهلي يجي يزورنا الزمالك؟ ينفع الاثنين يقعدوا مع بعض؟ يعني للدرجه دي قالوا لنا احنا وصلنا. اما هو ده اللي انا كنت ما انا بقول لحضرتك، قالوا لنا حلو قوي، انا بقول لك قالوا لنا ما ينفعش يقعدوا مع بعض بجد فعلا، قالوا لنا ما ينفعش يقعدوا مع بعض انهم اعداء. يعني الشحن لما يبقى عندك طفل عنده 10 وصل له هذا الاحساس انه الامر غير مقبول وغير هذا وغير وارد في المطلق، هذا الامر، هذه الزياره والهتاف اللي استقبل بيه الكابتن محمود الخطيب من جانب اعضاء نادي الزمالك والروح الطيبه وتغيير النمط حتى وتلقى الدنيا هاديه وتلقى الوضع مختلف، لا شك انه مثل هذه الزيارات المتبادله لا داعي ان التفت لبعض الاصوات التي تعكر مثل هذه الاجواء. انا يهمني الناحيه الايجابيه، حتى انه بعديها مجلس اداره نادي الاسماعيلي وجه دعوه للنادي الاهلي بزياره مدينه الاسماعيليه ونادي الاسماعيلي. وعاوز اقول يا جماعه برضو دي حصلت قبل كده، وكان الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، وكانت زياره كبيره جدا واستقبال وتم التبادل. عاوز اقول ايه، جه الوقت اللي انت محتاج انك تنتصر للدوله وللاجواء والعام والروح الرياضيه. لا وتنتصر على لا لا قبل ما تكمل بس، وتنتصر لهؤلاء الاطفال. ما انا بقول لحضرتك اهو ماشي عليه ده، انت 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 على فكره الجيل الصاعد، يعني الموضوع اللي حضرتك قلته ده موضوع مهم جدا. طبعا ما انا بقول لك اهو الحوار بتاع الولد نفسه، حتى انا قلت لزميلي محمد نبيل كان نفسي اتصور، قال لي الولد فاجئني، لازم انا ما كنتش مع الزحمه والناس يعني داخله. قال لا لا، قلت له كان لازم تصوره، لازم تعرفه صح خلاص. قلت له كانت هي تكمل اللقطه بالحوار اللي الواد قاله لك، ان هو مش متوقع ان ممكن وصلنا في الرياضه ان ممكن رئيس الاهلي يروح الزمالك او رئيس الزمالك يروح الاهلي. يعني عاوز اقول لك ايه، المساله وصلت الى انك انت هنا ايه عملت بذره، هيدفع ثمنها مين؟ هيدفع ثمنها ده بعدين هم الاولاد دول. اه طبعا، وعشان كده كانت مهمة جدا جدا هذه الزيارة. أنا بقول لك زيارة موفقة، أتمنى يعني إن احنا نستفيد منها، إنها تكون درس مهم جدا، إنه يا جماعة الرياضة في بداية الأمر وفي نهايته أخلاق. الرياضة زي ما بقول لك على كراسة المطالعة بتاعتنا كان بيقول لك تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة، العبارات اللي اتعلمناها، نفسنا الحاجات دي ترجع، نفسنا نخلي المنافسة في إطارها في المستطيل الاخضر، خارج المستطيل الاخضر احنا بنقعد نمصمص في شفايفنا ونتعجب ونتكلم على اخلاق الاوروبيين في دوريات اوروبا. شوف يا اخي، شوف المدربين بيسلموا ازاي، شوف الناس طب ما نفسنا احنا كده، احنا المفروض كده.
احنا اخلاقنا وبيئتنا وتربيتنا المفروض كده. ايه اللي وصلنا لمرحله هذا الشحن والتلاسن الغريب المريب والتطاول بهذه الصوره؟ صمت الجميع وجي الوقت في الوقت المناسب، بدات الامور تعود لحالتها الطبيعيه. اتمنى ان شاء الله تكون بدايه لكل الاجواء كلها، لانه نحط الكره والرياضه بصفه عامه في اطارها الطبيعي، وانه العلاقات هي اكبر واقوى ما بيننا. واتمنى ان شاء الله انه ده يكون ليه تاثير على مين؟ على ايه؟ على الناشئ، على مباريات الناشئين، على الولاد. لابد يكون ضرب يد من حديد، عدم السماح بالخروج عن النص، وانه في انك احترام المنافس ده رقم واحد واثنين وثلاثه. مساله انه هل يتحول كمان الصحفيين والاعلاميين الى مشجعين؟ هل يتحول الاداريين الى مشجعين؟ هل يتحول اللاعبين الى مشجعين؟ انه كل واحد في اطاره وكل واحد بيحافظ على مكانه. زي ما انت بتقول النادي الاهلي سر اسرار نجاحه ايه؟ انك انت محافظ على نفسك، بتحاول حتى لو صدر عندك ما بتنتظرش، بيبقى عندك قرار. لما لعب مهاجم محمد رفعت 2005 عمل لقطه، انت ما استنيتش، خدت قرارك بالتدريج لمين هات تعالى ازاي الولد طلع. انا مش يعني عاوز اقول لك ايه، الحواديت دي لو انت فرطت في كل حاجه صغيره سيكون نتيجتها العواقب اللي انت تصل اليها. فطبعا انا بهني مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وبهني الاستاذ حسين لبيب ومجلس ادارته، بدايه موفقه، خطوه اكثر من رائعه. بنقول رساله للجميع، اتمنى على صعيد كافه الانديه ان المساله يا جماعه كورة ورياضة أكبر مصلحتنا وبلدنا وعلاقتنا وكل الحواديت اللي انتوا شايفين والأجواء اللي احنا فيها تتطلب من الجميع أن يتكاتف وأن نضع الأمور وأن تكون العلاقات هي رقم واحد واثنين والاحترام المتبادل بين الجميع، ولندع الملعب لأصحاب الملعب هم بقى يحددوا، وأن تكون الإدارات يقظة وصحية على أي خروج عن النص بضرب يد من حديد على من يحاول أن يعكر الأجواء مرة أخرى.